هذه الأوضاع السيئة، هذه الأوضاع المدمرة لا يمكن أن تستمر، في استحالة لا يمكن أن تستمر هذه الأوضاع، لأن لا يمكن للسلطة أن تستمر في تقديم كل ما يريده هؤلاء الفاسدين من مزايا ومن مطالب ومن في استحالة. اليوم يمكن اليوم هذا بالذات يعني رأينا مجموعة من القضايا اللي بدأت تكشف، بدأت بالفعل يعني خلال اليومين الماضيين موقف كان واضح من لجنة الميزانية والحسابات الختامية، وبغض النظر عن مواقف بعضهم في حالة في قضية السجوبات سواء كانت رئيس الوزراء وغيره، لكن موقف النهاية يقدر أن تأتي لجنة من لجان المجلس لجنة الميزانيات والحسابات الختامية وأن ترفض الموافقة على الميزانية والموافقة على الحسابات الختامية، والرفض لا يكون خاصة لما يكون الميزانية وكذلك حساب الختام إلا يعني في أمر الندة، في أمر غير عادي، في أمر مرفوض ما هو مقبول، في أمر عجزت اللجنة على الرغم من علاقات تبع الحكومة عجزت على أن تقنع الحكومة بأنه هذا أمر يجب الصحة.